السلام عليكم. اليوم عندنا الوحدة السابعة من كتاب انترتشينج. هسه انا هذا كتاب الاكتيفيتي. كتاب الاكتيفيتي عندنا ذني شوية مهمات كلمات. طبعا هو اليونت السابع يتكلم عن الماضي البسيط. فانا قال لك write the simple past of these regular verbs، اكتب صيغة الماضي لهذه الافعال القياسية. عندنا watch watched، play played، invite بس هي بيه بس ضيف لها دي، arrive صير arrived، study studied، hurry hurried، نقلب الواي الى اي ونضيف اي دي. طبعا الكلمه اللي تنتهي بواي نقلب الواي الى اي ونضيف اي دي. travel traveled، wash washed، look looked. زين، هنا عندنا افعال غير قياسيه، افعال شاذه. هنا هو منطيك الماضي ويريد المضارع بالعكس. بالامتحان مطلوبات اثنين هنا، ينطيك هذا يريد هاي او ينطيك هذا يريد هاي. eat ate، do did، meet met، see saw، sleep slept، spend spent، drive drove drove، وgo went. زين، ذن حل مهمات. هذا تمرين مو مهم، ما يحتاج تقرأ. هناش قايل لك where did you go last this weekend، اين ذهبت هذه العطلة. هنا هو منطيك الجواب، تمام؟ يعني هو قايل لك to the zoo، الى الحديقة الحيوان. هنا who did you meet at party، من قابلته في الحفلة. هنا هو سألك بيو، يعني قايل لك انت، يعني انت من راح تجاوب راح تقول I met. لازم تسويها ماضي. زين، ليش سويتها ماضي؟ لان did، والتكمله تنزل مثل ما هي. يعني هاي التكمله I met a famous artist. هنا where did you buy، هنا نفس الحاله ايضا راح تكتب I buy. الباي الفعل buy، الفعل buy يصير bought بالماضي. فيعني لازم تحفظ الافعال الشاذه، جدا مهم تحفظهن، اللي هي راح تصير بعد، والتكملة هاي تنزل مثل ما هي. يعني ما تلعب كل شيء، يعني مجرد الفعل تحوله للماضي، الجملة مثل ما هي. How did you and Maro like the movie؟ نفس الحالة راح تقول I and Maro like، راح تصير liked. زين، ليش ضفت لها ايدي؟ لان عندي ديت بالماضي، وتكمله تنزل هاي التكمله تنزل وياها. هنا هم نفس الحاله، يعني هذا الفاعل اثنين اف اند بوب نفس الحاله. سبيند راح يصير سبيند، يعني هذا الفعل سبيند يصير سبيند. الافعال الشاذه جدا مهمه. اذا تريد الافعال الشاذه بس اكتب على اليوتيوب الافعال الشاذة الاستاذ محمد نجم النوفلي، بس اكتب راح تلقاها. هم نفس الحالة هنا راح تقول I and. زين، راح تسألني سؤال تقول لي استاذ شو، هنا اخترت بس فاعل واحد وهنا اخترت فاعلين. هنا الفاعل هذا I and مر هو مكتوب and، يعني اذا عندك and تنزلها ال يعني يو انت او ارجن او بوب. يعني اذا عندك كلمه اند تختار الفعل اللي وراه، الفاعل اللي وراه. فهنا ايضا راح تكتب نفس الحاله الفاعل ايضا نفس الحاله، وتكمله تنزل مثل ما هي. هذا بالنسبه لهذا التمارين مهمه جدا، يعني تجيك يعني حل مهم حفظ، يعني فهم انه ما بيجي حل سهلات. هذا التمرين مهم. Activities like to do alone، نشاطات تحب أن تفعلها وحدك ونشاطات تحب أن تفعلها مع الآخرين. فأنا cook dinner، طبخ العشاء، do homework واجب البيتي، exercise تمارين تمرين، go shopping ذهاب إلى التسوق، go to sport event الذهاب إلى أحداث الرياضة، go to the movies مشاهدة الذهاب إلى السينما أو إلى مشاهدة الأفلام، have a picnic اخذ راحة او اخذ يعني الذهاب في عطلة، play video game لعب العاب الفيديو، take vacation اخذ عطلة، watch TV مشاهدة التلفاز،
ذني مهمات، احفظهن كمعاني، ذني حسب ما انت تريد، يعني ما بيها فد شيء هنا، احفظهن انت، احفظ معانيهن، بس مطالب بيهن معانيهن تحتاج كمعنى. هذه المحادثة يعني ما مطالب بيك انت تكتبها، يعني ما يحتاج، ما تحتاجها انت. هنا how did you spend last week، هذا محادثة خاصة بيك انت تكتبها، شنو ما تكتبها صحيح فانت ما تحتاجها اصلا. يعني احنا نعرف شنو الشغلات اللي تجي حال مهمة. هنا answer these questions with negative statement then add a positive statement using information the books. هنا قال لك جاوب هذه الأسئلة أجوبة نفي، يعني هو راح يسألك did you and John go to Anne's party on Saturday؟ No we didn't we stayed home all weekend. قال لك أنتم رحتوا للحفلة؟ راح تقول له لا احنا بقينا بالبيت كل اليوم. هنا beef left، واحد اسمه beef left work at 2 o'clock، ترك الوقت يعني غادر العمل ساعة الثانية البارحة في المساء. Did you go home early؟ هل ذهبت إلى البيت مبكرا؟ أنت هنا لازم تجاوبه جواب يعني نفي، فأنت ايش راح تقول له حسب ما مجاوبين؟ No لا we did not we did not. الجواب أنت بكيفك بعد. وي مثلا تقول احنا ما بقينا ما اجينا، وي جو نحن ذهبنا، يعني جو اوت وذ ذا فريندز، ذهبنا خارجا مع المنزل، وي تيك ا باس، يعني انت موضوع هذا يمك تمام. انت هنا طبعا يعني لازم تستخدم كلمات من هذني، فهنا ايش قال لك وي ستيد هوم اول ويكند، هنا مختار هذه، انت لازم تختار واحدة قريبة على المعنى. يعني هو هنا ايش قايل لك هل ذهبت الى المنزل مبكرا ايضا؟ قايل له لا انا ما رحت الى المنزل مبكرا. مثلا تقول يعني على سبيل المثال we go out with a friend، يعني هذه مثلا، يعني ها مثلا نقول we go، تقدر تكملها بالجواب. زين هاي النقطة مثل ما قلت لك no we don't هذا تنزل مثل ما هي، no we did not هذا تنزل مثل ما هي. هنا يقول لك did you spend the weekend at the home to no لا أنا ما قضيت العطلة في العمل. I مثلا finish مثلا the project، أو مثلا يعني I watched it on TV، يعني أنت براحتك. فجواب هنا سهل، يعني أسئلة حل موضوع حل سهل، مجرد تكتب no we didn't، هنا ذني كل تكتب we didn't. ليش؟ لأن هو قال لك سويها نفي، والتكملة أنت تختارها، التكملة أنت تختارها، شوية لازم تكون قريبة على يعني هنا مثلا قال لك I watch TV، أنا شاهدة التلفاز، هذا العطلة. فأنت ايش راح تقول له؟ راح تقول له no we didn't، يعني مثلا هاي تقدر نفسها no I didn't we مثلا، يعني قال لك هل شفت التلفاز؟ تشرح تقول له no I watched it on TV، لا انا ما شفته بالسينما، شفته بالتلفاز، we watched it، يعني راح تقول له هنا، راح تسويها هنا، هذه راح تكتبها هنا نفس هذه الجملة watched on TV نفس الحالة هيك. ايضا هنا نفس الحالة، يعني بس تكون يكون قريب، يعني طبعا انا ترجمت لك اياها الفوق. هناش قايل لك drove me to work yesterday morning. Did you drive to work؟ هل أخذك إلى العمل؟ فهنا أنت راح تقول له no I did not، لا كلا. مثلا تقول له we work until 6 o'clock، ذهبنا إلى حتى الساعة السادسة، حتى الساعة السادسة بقينا بالعمل. وآخر واحدة مثلا قايل لك ساندي went to the baseball game last night، did you and Martin go to the game؟ رحتوا أنتوا مارتن للعبة؟ راح تقول له no we did not، كلا نحن لم نذهب. ايش راح تجاوبه؟ راح تقول له we مثلا على سبيل المثال يعني we finished the project on Saturday، we work. طبعا بالمناسبه الفعل لما تخليه هنا يعني هذا هم لازم اضيف لايدي، انا هالملاحظه ما نبهتكم عليها،
ليش؟ لان هو قاعد يقول لك الزمن ماذا بسيط. شلون عرفت ماذا بسيط؟ هذا الديد هو سالك بديد ده يتكلم بالماضي، هو من يتكلم بالماضي من يسالك بالماضي لازم تجاوبهم بالماضي، فالموضوع سهل يعني. زين هنا عندنا ذني كلمات ايضا مهمه، هذا تمرين جدا مهمه جدا حل مهم يعني. احتمال يجي انا شي طبعا ترجم وياه she was a broke last not week، تحطمت ال الاسبوع الماضي او كسرت الليله عفوا الاسبوع الماضي. she didn't work on monday، لا تعمل في يوم الاثنين. she worked around the house، تعمل بقرب المنزل. she did not wash the clothes، لم تغسل الملابس. she invited friends for the dinner، دعت اصدقائها للعشاء. she had a lot of fun، يعني هواي عندها متعه بحياتها او بعملها. she had people over، she did housework. she take a day off، she had a good time. she didn't do laundry، she spent all her money. هو السؤال ايش قايل لك؟ قايل لك اربط التشابه، اربط التشابه. فانت انا ايش راح تسوي يعني؟ مثلا على سبيل المثال انا هذه الجمل ما اعرفها، اروح على اسهل وحده، اسهل وحده اللي هي شنية. طبعا الاولى محلوله، هي الاولى ويلف بقت لي حدور. شوف انا ايش قايل لك، هو بال هنا بالاجوبه اقول لك she didn't do the laundry. كلمة laundry معناها الملابس، لم تعمل الملابس يعني ما غسلت الملابس. هذه الاي جوابها ويا من؟ ويا الاربعة، يعني هنا انا راح اكتب اي. زين اشوف لوحدة سهلة النوب، يقول she worked around the house، تعمل بقرب المنزل. هي تعمل بقرب المنزل يعني she didn't take a day، she يعني بقرب المنزل she did her homework، يعني تعمل واجبها البيتي housework. فهنا احنا هنا راح نختار B، هذه B. زين she had a lot of fun، تستمتع بوقتها. she had a good time، اذا هذه D، هذا اللي مرادفات. she didn't do work on Monday، لا تعمل في يوم الاثنين. C اخذتها عطلة، take it off يعني اخذتها عطلة. هو بقنا هي يعني A بس. زين يعني هسه هذا اللي هنا، هذه اول محاضرة بالعفو اول يعني لحد صفحة 39، هذني تمارين مهمات حفظ. عندنا في كتاب الطالب we went dancing، ذهبنا في الرقص للرقص. describing past daily and free time activities، وصف اليوميات يعني الأفعال النشاطات اليومية في الماضي. describe past vacation، وصف العطل الماضية. هنا عندنا مهمات مكالمات مهمة. check social media، شوف السوشيال ميديا. go dancing، ذهب إلى الرقص. الاستماع listen to music، استماع إلى الموسيقى. play video game، لعب ألعاب الفيديو. read القراءة. relax الاسترخاء. spend time with the friends and family، قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة. watch TV، مشاهدة التلفاز. زين هنا عندنا محادثة يعني انت طبعا الكلمات حفظ مهمة. هنا هذا المحادثة لازم تطلع عليها. قايل لك so what did you do last weekend، ايش سويت بالعطلة هذا عطلة اسبوع هذه؟ فجاوب I had a great time، كان عندي وقت كلش حلو. my friend and I had pizza، كنا بيتزا في يوم السبت on Saturday and then we went dancing، وذهبنا إلى الرقص. how fun، جيد حلو.
Did you go to the treadmill? هل ذهبتم إلى التريدميل؟ قالها no we didn't. لا ما رحنا. We went to the new place downtown. ذهبنا إلى مكان جديد في وسط المدينة. How about you? ماذا عنك؟ Did you go anywhere? أنت شلونك؟ رحت غير مكان لأي مكان آخر؟ فجاوبها أعتقد هو إيه هذا الشخص قالها No I didn't go anywhere all weekend. ما رحت لأي مكان بهاي العطلة. I just stayed home. بس بقيت بالبيت. And stayed for today's Spanish test. وبقيت أحضر للامتحان اللغة الأسبانية. Our test is today. امتحاننا اليوم. I forgot about that. قالت عندنا امتحان اليوم. والله نسيت. عراقية هاي تنسى الامتحان. Don't worry. لا تقلقين. You always get an A. أنت دائما تحصلين درجة زينة. يعني أنت سجاجة. هنا عندنا simple past. الماضي البسيط. Did you work on Saturday? طبعا شرح زمن الماضي البسيط شرحه كامل على اليوتيوب. بس اكتب على اليوتيوب الماضي البسيط محمد نجم النوفلي راح تلقاه مباشرة على قناته على اليوتيوب شارحه بالتفصيل إذا ما فهمه. يعني الماضي البسيط وحنا نستخدم بيه did يعني ضروري جدا تعرفها. طبعا عندنا ذلك الكلمات حيل مهمة. هذين الأفعال الشاذة يعني مهمة جدا جدا مهمة. هنا شوف يعني هنا راح نستخدم did you stay. هذه حالة السؤال أيضا شرحها بالزمن. يعني إذا تريد تفتهم الزمن أكثر وأكثر شوف الفيديو أنصحك تشوفه. Did you go home. هنا راح تصير did تكتب وstay تبقى مثل ما هي. No I did not. هنا راح تقول I did not. We drive. هذه drive شو تصير بالماضي. Drive شو تصير drive تصير هذا وين نشوف drop. هذين حيل مهمات لازم تحفظهن. تمام يعني هذا هسه هنا هذا الـ يعني هذا التمرين كليته العبارة كل اللي بين مطلوب من عندك انه هنا شكو فعل تحوله بالماضي والافعال كلها موجودات هنا. واذا ما موجودات قلت لك فموجودات عندي بالافعال هذا شارحن ايضا على اليوتيوب تقدر تحفظهن. مهمات حيل والله لازم تحفظهن. ايش عندنا بعد هنا؟ ارات اوف فان. ذن الكلمات ايضا مهمه. ارات اوف فان كثير من المتعه. دانسينج رقص. جود تايم وقت جيد. شوبينج تسوق. بايك وايد ركب المواطير او ركب الدراجات. ذا باد النوم. كورس يعني او سوري تشورز اللي هي معناها الاعمال الروتينيه الاعمال العاديه. لاندري الملابس. تريب رحله. فيديو لعب فيديو هنا بس هنا يعني عندك كلمات مهمه. دو هوم ورك يعمل واجب البيتي. جو اونلاين. هاف ا بوفرتي. ميك ا فون كول. تيك ا داي اوف ياخذ يوم عطله. ذني كلمات حيل مهمات لازم نحفظ معانيهن ولازم نعرف ان ذني الكلمات يجن سوية. يعني لازم تقول make تجويها هذه. تمام؟